ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي. الحقيقة هذا الملتقى الإسكندرية تحديدا كلية الهندسة أو جامعة الإسكندرية، عشان ما نقولش كلية الهندسة لأن في ناس مش في كلية الهندسة وكانت مشاركة في العرض. لكن يا ترى وأنت بتدرس هندسة عندك وقت تمارس أو يعني تنفذ عن طاقاتك وابداعاتك وهواياتك؟ اعتقد ان اللي شاطر بيبقى شاطر في كل حاجه. اهلا وسهلا الاستاذه نهله المرسي المسؤول عن التجهيزات الفنيه للملتقى. اهلا وسهلا بحضرتك. المهندس محمد عبد الرحيم. احمد عبد الرحيم اهلا وسهلا بك. والله عندي محمد. الاستاذه الاء السعيد اهلا بيك يا الاء. وميار صابر اهلا وسهلا. انتوا الثلاثه حاصلين على مراكز متقدمه الحقيقه. اهلا وسهلا احسن مخرج، والاء حاصله على جائزه المكياج، وميار برضو احسن ممثله. نورتوني. الكوكتيل ده جه ازاي؟ الملتقى الدولي للمسرح الجمالي في الدوره الثانيه مسابقه بتدخل فيها من مصر ومن جميع دول العالم عروض بتشاهدها لجنه عليا، وبتصفي من العروض اللي بتتقدم للملتقى العروض المختاره اللي بتدخل للمسابقه الرسميه، ودي في اكتوبر من كل عام. فالمره دي دخلت من مصر هندسه اسكندريه، هندسه القاهره، وهندسه عين شمس، وتجاره 11. انتوا عندكم 11 دوله اجنبيه مشاركه في العرض برضو. جامعه. كان في المكسيك مشاركه بعرض، وعمان، سلطنه عمان، السعوديه مشاركه بعرضين، دوله الكويت كانت مشاركه بعرض. كتير دول مش حاضرين دلوقتي بالتفصيل كلهم، لكن كتير دول اجنبيه وعربيه كانت مشاركه في الدوره الحاليه. احكي لي انا، انت خريجه مسرح ولا في سنه كام مسرح؟ انا خريجه اداب قسم دراسات مسرحيه. قولي لي بقى، احكي لي بقى، خلصت يعني اتخرجتي؟ ايه اتخرجت. بتشتغلي تخصصك الستايلست وماكيره ولا؟ ماكيره بس. ماكيره. جه صدفه ان انا كنت عايزه اوفق ما بين المكياج والملابس في عرض ارض الاغراف، فالموضوع جه صدفه من الناحيه دي. لكن انا تخصص مكياج. انتوا اخترتوا بعض ولا الاستاذه نهله اللي اختارتكم؟ والله هو استاذ احمد عبد الرحيم هو اللي اختارني. طب احسن ممثله كان دورك ايه او كانت بتمثلي ايه بقى؟ كان دور مارثا، هي كانت ابن بنت البروفيسور مالكوم، هو بطل القصه يعني. مارثا. مارثا ليه مارثا؟ هي القصه شويه اجنبيه لان هي متاخده عن بلانتس اوف ذا ايبس. مش انت قلت لي ان السيناريست هو كاتب؟ طيب يبقى مش بس هو كانها في مكان تاني، مش مكتوبه كانها هنا، هو كتبها على انها في مكان تاني، ان هي في مكان تاني، ان هي اكنها في دوله اجنبيه او كده، عشان كده تم اختيار الاسماء اسماء اجنبيه. اجنبيه. اخترتهم ازاي؟ عرفوا بعض من قبل ولا ده اول تعارف؟ هو بالنسبه لفريق مسرح هندسه نفسه، انا اوريدي خريج فريق مسرح هندسه وكنت بمثل فيه. هو الحمد لله هو ممثل ولا كنت دايركتور؟ كنت ممثل فيه. كنت ممثل طول ما انا وانس ان انا اتخرجت بدات شويه اشتغل في الاخراج، وكان طبعا حظي الحلو جدا ان انا اخرج الفريق اللي انا اشتغلت فيه سنين طويله السنه دي. فاشتغلت ارض الاغراب وبدات اشتغل على التيم اللي موجود، وميار كانت حد من ضمن الناس الموجوده، وهي يمكن الحمد لله من اكثر الناس موهبه كانت موجوده في العرض، وهي خدت الدور وما شاء الله كانت واخده جايزه في الجامعه برضو، وفي الملتقى برضو خدت الجايزه. الاء كانت اشتغلت معانا السنه اللي فاتت، كانت برضه في الجامعه. فكلمت اليكا قلت لها برضه محتاجك ان انت تشاركي. والله يا الاء احلى من اليكا. ليه اليكا؟ شكليات. 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 مهم الجوهر. مهم الجوهر، المهم ان انا موجوده. كلنا تعودنا ان نشتغل. اليكا تعودنا الاء باي الاء يا رب. الموضوع قديم، اللي هو فكره اليكا دي هو جاء محض الصدفه خالص يعني. هو العيله عندي كان في حد اجنبي في العيله، فكانت ما بتعرفش تتكلم عربي، فكانت قالت كلمه ما مش عارفه تنطق الاء، قالت لي انا هقول لك يا اليكا، فالعيله كلها سمعتها اليكا اليكا اليكا. فلما جيت بقى طلعت بره نطاق المجتمع الضيق اللي انا فيه، فهم قالوا لي اليكا. كل الناس قالت اليكا. كل الناس قالوا اليكا اليكا ماشي. اليكا. يعني القصه كانت عباره تحواها ايه، او الفكره اللي بتدور عنها؟ الفكره الاصليه كانت عن نص، هي كانت متاخده عن نص كان تاليف محمد الدالي، وده برضه خريج فريق هندسه، كان عرض اسمه ما زال القرد يحلم.
بتتكلم باختصار عن الطموح وعن الاختيار بتاع البشر، وان احنا بنناظر ده على الجزء بتاع الغابة او الجزء بتاع الحيوان. بدأنا انا ومحمد بديحة واللي هو كاتب النص هو بطل العرض، ان احنا نتكلم في الفكرة ونتعمق فيها اكتر عن فكرة هل الحيوان برضو بيختار زي البشر؟ طب هل البشر عندهم سلوك حيواني؟ هل هم بالظبط؟ احنا كنا بنناقش الموضوع ده وكنا بنحاول نطرحه للجمهور بحيث ان الجمهور هو اللي يقرر هل احنا فعلا احنا عندنا سلوك يعني نهاية مفتوحة ولا انا سايب النهاية للناس، يعني النهاية اللي بينهيها اللي هو مصطفى البنا اللي هو عامل دور ارس، ونوازل هو خد احسن ممثل في نفس الدورة دور تاني. بيسيب في النهاية بيسيب في النهاية سؤال مفتوح للناس، يا جماعة لو انتوا مكاني، لو انتوا مريتوا بنفس التجربة بتاعتي. وهو بالمناسبة هو يعتبر محور الدراما بتاعت العرض، لانه هو كان القرد اللي كان عايش في الغابة، وبعد من التجارب العلمية اللي عملها عليه البروفيسور مالكوم تطور وغير كان ايه؟ وماير كانت كانت بنت البروفيسور اللي كان التجارب دي كانت قايمه اصلا عشان هو يعالج الكانسر، كان هو عايز يعالج السرطان. فكان بيجرب على حيوانات، فجرب على القرد فتطور فبقى بني ادم، ومن هنا ظهرت القصه بتاعت العرض. هي خياليه شويه اكيد. عايزه اسال عن مكياج المسرح، صعب جدا لانه بيبقى اوفر 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 في كل حاجه، لانه الاضاءه وحاجات كتير. اتعلمتي ايه فيه وخدتي الجايزه عن ايه؟ كان ايه ابرز حاجه في المكياج؟ مرسى مارسة. ان هي فكره ان القبيحه مارسة القبيحه هي كانت بتطلع قرعة خالص، يعني طلع عندها سرطان فلازم هو بالظبط، لان كمان احمد عبد الرحيم كان جايبة ان هي في سنتر العرض، هي لازم تكون للجمهور قرعة فعلا مريضة سرطان. فعلا كنت وريتوني الصور، فعلا كانت المكياج كانت مبينة انها تماما تماما. لا وكمان يعني احمد عبد الرحيم كان شارط عليا ان هو فكره ان يبان عليها يعني التجارب التجارب اللي هو مارسها الاب عليها، فكره ان هي عاوز تتخلص من مرض السرطان. فهي مش بس كمان مريض السرطان، هي بقى عندها حاله من التشنجات، وشها بهتان، مريضه. هي غير مريض السرطان، هي مريضه نفسيا من كتر التجارب العلميه اللي بيحصل في العرض. يعني هي كانت في لحظات من لحظات العرض كان بيحصل لها تشنجات في العرض، ما كانش بتعرف في بعض اللحظات، بعد كده بعديها بثانيتين على طول تفتكره، يعني دور مركب جدا جدا. كان لابسك شويه حاولت ان انا حاولت ان ما ادخلش هناك، مش كده؟ يعني اول كان اسمع النهارده بقرا انترفيو كده فلقيت انه اخت احمد زكي بتقول انها اوقات كتير جدا كنت بروح الاقيه انور السادات، كنت بروح الاقيه جمال عبد الناصر، فما تلوموناش يا جماعه، هو شغله اخده من حياته. فما يعني في بالفعل في بعض المهن بتاخدك تماما عن مجتمع بشكل غير عادي غصب عنك. يعني انا حد بعت لي دلوقتي وانا بقول لها والله ابدا ما فيش اي حاجه غير بدور برد شديد جدا جدا جدا، يعني مش 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 قادره اقوى يعني، لكن الحمد لله على كل شيء. فالله يسلمك. فقولي لي بقى الامكانيات اللي بتقدمها الجامعه. هو مش الجامعه، هو الجامعه بتساعد الفريق انه يتقدم الى الملتقى. طيب البروفات، التعقلات، المكياج، كل حاجه دي ما تقولوليش ما بتدفعش الجامعه. اللايت شوز على الجامعه، هو الجامعه مش هو الكليه، يعني كليه هندسه هي اللي بتصرف على العرض في مهرجان الجامعه. لكن احنا وصلنا طلعنا للملتقى، الموضوع بيبقى ما بيننا وبين الملتقى. بس انا حابب بس اقول ازاي، طب يعني كل ده جهود ذاتيه؟ احنا كان اوريدي عندنا الديكور، لان احنا كنا اوريدي على في الجامعه. رئيس الفريق المتواجد احمد عبد الحليم هو حد اكتف جدا، حد شاطر جدا، وما شاء الله علاقاته كويسه جدا، وكان بالتعاون مع عميد الكليه الدكتور سعيد علام. دكتور سعيد. فالحمد لله يعني قدروا يوفروا لنا حاجات كتير، يوفروا لنا اتوبيس على الاقل، تنقلات طبعا، رغم ان ده يعني اوفيشال لا، بس هو قدر يوفر لنا شويه حاجات نقدر نرمم بيها الديكور.
يعني كان يعني بفضل ده كان هو احسن اكتر حد بيساعدنا ان احنا نطلع. استاذه رهلا دورك معايا. خلال فيلم التقى الدولي للمسرح الجماعي مسؤولية التجهيزات الفنية عن مجمل العروض المشاركة. لكن هو في الأصل أنا اسكندرانية وبتعاون بتعاون كل لازم أتحيز صراحة وأحب النجاح لإسكندرية. وبالمناسبة السنة اللي فاتت كمان عرض كلية زراعة فاز كلية زراعة وكان وكان خريج هندسة المخرج يعني كان خير جنس. بالنسبة للملتقى الدولي للمسرح الجماعي في الدورة الثانية هو برئاسة الفنان المخرج عمرو قبيل. ودي كانت فكرة أستاذ عمرو قبيل لما كان بيشارك في مهرجانات دولية في المسرح الجماعي في دول الخليج. هو عارف وبيشوف وبيخرج للمسرح وعارف قد ايه في طاقات في مصر وابداعات لكن ما كانش قادر ينار عليها على المستوى الدولي. تقدم لوزارة الثقافة بالمشروع ودعمت المشروع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة. الدعم اللوجستي بتوفر وزارة الثقافة المسارح ووزارة الشباب والرياضة. بروفات بيعملوها فين؟ بروفات هو احنا بنختار العرض على مسرح الجامعة. هم بيعملوا بروفات جوه قاعات كلياتهم وبيعرضوا على مسرح الجامعة او مسرح تاني بتختاروا الفريق لغاية ما بيتم مسابقة الجامعة وبيتصور العرض بأثناء مسابقة الجامعة وبتمر مسابقة الجامعة للسيزون كاملة بكل نجاحاتها وتوفيقاتها لمجموعة الفرق. بعدين بتبدأ الفرق تتقدم للملتقى الدولي بعد انتهاء المهرجان الجماعي. بتتقدم للملتقى الدولي بيتم اختيار أفضل الفرق اللي تقدمت أو الأنسب للمشاركة في احتفالية دولية زي دي. على هامش العروض المسرحية اللي تقدم برضو عدد كبير من طلاب الجامعة بيستفيدوا من الورش الدولية اللي بيقدمها الملتقى. عايز أقول إن جميع مدربين الورش الدولية من متخصصين في جميع مناحي الفنون من مختلف دول العالم بييجوا مصر متطوعين دون أخذ أجر. بتنظم الفعالية بس حضورهم والانتظام في الورش فنانين مصريين برئاسة عمرو قبيل. أنا سعيدة بيهم جدا أنهم رفعوا اسم مصر عليا. لكن وماذا مع احنا طول الوقت لما بناخد جايزة وكده في نشوة الفرحة ونشوة الفوز وحاجات كتيرة جدا ساعات الواحد يقعد دقيقة كده طب أنا هعمل إيه تاني؟ هل أنا هشتغل مهندس ولا هشتغل مخرج؟ طب أنا هبقى ممثلة ولا مش هبقى؟ طب أنا هبقى مسؤولة سؤال حياتنا. طب أنا هكمل أسوق. خلي بالك الفن ما بقاش يجي فلوس دلوقتي. الهابط منه هو من يأتي بالفلوس. واحنا تقريبا بس لا مش أنا عايزة أشتغل اللي أنا أحبه. يعني ابني دايما بيقول لي الجملة دي بيقول لي حتى لو ما كانتش دراستي لكن عايز اشتغل حاجة بحبها عشان اجود فيها وعشان ابقى رايح شغلي وانا مبسوط. اشكالية كبيرة جدا بلاش هديلكو كله اللي بيجيب فلوس مش هو اللي انتو بتحبه. هتعملوا ايه؟ انا عن نفسي يعني تقريبا اشتغلي؟ انا شغلتي مكيرة ويعتبر انا من ضمن الناس اللي هم شغالين بشهادتهم. يعني خاصة ان قسم المسرح ما بي معظم اللي بيدخلوا فيه بيبقوا عايزين يا اما تمثيل يا اخراج يا تأليف. ففكرة ان انت تكون عايز تطلع تقني دي من النادر ان انت بتلاقيها في اسكندرية. فانا عن نفسي متوجهة للمكياج يعني على المحمل. حلمي ايه بقى؟ حلمي ان انا افتح شركة سبيشال افكت واشتغل في الافلام والمسلسلات ان انا اكون عايز تبقى اسمه ايه شافة بتاع مش فاكرة اسمه يعني اللي بيكسر العربيات هالك وكده عايزة بقى انا عايزة اتكلم عن هالكة في الجزئية بتاعت المكياج لان انا يعني اعرف هالكة من وهي لسه طالبة في القسم بحكم ان احنا في نفس الوسط في المسرح. انا مهندسة ديكور مسرح بشتغل في اسكندرية كتير وبدرس اسكندرية كتير وهالكة موهوبة فعلا في المكياج وفي التشكيل. يعني هالكة مش مجرد مكيرة بتعمل مكياج بتستخدم ماتيريال مكياج دلوقتي بقت يعني كل حد بيشتغل مكياج يعني لا هو المكياج بقت استحاضة مكياج للمصر لا ده تخصص
مش مكياج فور ميك اب اللي هو خدعه بصريه بالمكياج. ايوه 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 يعني أنيكا اللي نجحت فيه وحققته انه كمان اتعملت جائزه مكياج لأنيكا. يعني ما حدش قبل أنيكا اخد جائزه مكياج. يا اول يعني في مهرجان افتكر اول مهرجان عليك طب والمهرجان كانت جنب البيت ولا لا خدت مكلفه على فكره مكلفه جدا 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 بس برضو بترجع للوالدين يعني احمد عبد الرحيم من ضمن الناس اللي هم كان عندهم وعي بفكره ان المكياج ماتيريال متجدد يعني خامه متجدده فلازم ان انت بتصرف عليها كل مره ان فكره ان انت على حسب ما بتصرف الكواليتي عندك بتبان في الصوره تمام ف يعني كنت بصرف في البزر تمام ايه معلش مين المنتج مين المنتج المنتج مبدئيا كلنا لا الانتاج اوكي هي يعني هي كليه هندسه بس احنا اللي صرفوا بعيشوا مع بعض يعني الموضوع كله في كتير قوي بيبقى بالجهود الذاتيه فعلا لانه مهما كان انتاج الجامعه او انتاج بيبقى مبالغ زهيده مبسوطه بقى جدا انها يعني حابه واشتغلت اللي بتحبه يبقى انا الله يرضى فعلا يشتغل حاجه ما بيحبهاش صعب قوي مايا بتشتغل ولا لا بشتغل هو انا بشتغل جنب الدراسه بس حاجه ثالثه خالص في الرسم جات لي دكتور سيني بالنسبه للتمثيل بقى فهو احنا في هندسه حاجات معقده جدا وبتاع وده تقريبا الحاجه اللي بس مشكله معظم الناس عندنا ان الموضوع مرتبط بالجامعه شويه اللي هو لا احنا هنخلص 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 شوف بقى حياتك اللي عايزه نعمل فيها ايه بس انا نفسي يعني ان انا بعد ما اخلص الكليه يكون في علاقه ما بين المسرح يعني مش كشغل كحاجه برضو بطلع فيها هوايتي يعني بس انا مش عايز اشتغل فيها انا عايزه بس اللي زي اللي بيحصل ده كده اللي عندنا عرض وبتاع ينجحنا انا اعتقد انه مختلف احمد ده حابب يعني عايز انا اوريدي شغال مهندس عشان دي الحاجه اللي هي بتصرف بتطلع فلوس بس انا فعلا يعني انا بحب المسرح انا بشتغل مسرح من وانا صغير جدا من ايام المدارس كنت شغال في المدارس وبعد كده لما دخلت الكليه الموضوع نشط معايا اكتر فانا اتمنى جدا 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 ان انا اكمل في اصل بصي هقول لك انا حاجه دكتور يحيى الفخراني دكتور طبيب بالظبط وسبب الطب طبعا بس عايزه اقول لك على حاجه في حد فينا مش كلنا زي بعض اللي هو بيحبه بيطغى على اي مهنه هو شغال مش هينجح بالظبط يعني انا ما بفهمش حاجه في الدنيا خالص غير الاعلام بس تقول ما اعرفش تديني فلوس ما اعرفش ادي 1000 جنيه انا بعرف اصرفهم كويس اعرف انت اديهم تجيبي لي ارقام مش ما بفهمش في حاجه غير في حاجه بحبها فبعملها بحب بعيدا عن انا باخد كام يعني عارفه مش هي دي لا لا ان الانسان بيركز سبحان الله يعمله وهو بقول ماسح الاحذيه هو بيشتغل مهنته بحب بيتقنها بشده لكن لو رايح الشغل وانا مش مبسوط راح عشان احط البصمه وامشي بالبصمه واطلع من يعني عرفت من الناس صحابي زمايلي في المدرسه وفي الجامعه يقعدوا يقولوا لي كده اكاديميه الفنون في اسكندريه في اكاديميه فنون وقسم مسرح معهد عالي فنون مسرحيه وفي قسم الدراسات المسرحيه في كليه اداب بعد ما المتميزين في المسرح الجامعي بيتخرجوا من كلياتهم بيلتحقوا كتير جدا من شباب اسكندريه التحق بالمعهد والتحق وكمل في الكارير فهو بيدرس بعد كده علشان يعني بعد ما بيكتشف موهبته اساسا دكتوره ساميه بتتكلم عنكم بشكل اكتر من رائع ساميه الترويح دكتوره ساميه حسن بتقول لهم انه انا سعيده جدا والترويح الجامعي اهم احد اهم اسس بناء شخصيه الشباب
بالفعل هم قالوا كده يعني هم بيروحوا في المسرح يعني. وبشكرك جدا يا استاذه سامية بتقول ان انتوا بتعملوا جهد كبير جدا جدا ان شاء الله. كمان دكتوره سامية الدوره الجايه هي مهتمه جدا بالمسرح العلاجي وباذن الله في المحتوى الفكري هيكون لها مساحه هايله ان شاء الله في الدوره الثالثه ان شاء الله. وبدانا نساعد دكتوره سامية تقعد معانا ساعات محتاجين دكتوره سامية والله يعني يعني محتاجين تعليمنا حاجات. انتوا نورتوني وشرفتوني سعيده بيكم. كفايه ان انتوا رفعتوا اسم مصر بين اكثر من 11 دوله. وعايزه اقول لكم انه مش كل حاجه الانسان بيتمناها بيعملها او بتتحقق له، لكن كفايه انكم بتفرغوا طاقات داخلية بتروحوا مكان بتحبوه. مش كله كله يعني مش كله ضرب ده. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه قبل ما وانا في لسه في بدايه لسه ما بعرفش اتكلم قوي، سالوني تحبي تطلعي ايه؟ قلت لهم عاوزه اكون مهندسه ديكور وعندي اتيليه برسم فيه. انا النهارده بعمل ده وده الكارير اللي بشتغل فيه ودرسته اليوم ان انا بفكر اتعلم الرسم. يلا بينا. الحمد لله يعني الانسان لما بيكون عنده هدف وبيدرس فيه، لان انا درست من الثانوي صناعه زخرفي بعد كده تكنولوجيا تطور بعد كده فنون جميله نحت. قولي للناس يعني علشان الناس اه طبعا كده عن التعليم الفني ما هياش لطيفه. النهارده معرض الصبح في الغرفه التجاريه والمسؤولين عن التعليم الفني بيعانوا، بيقول لي اللي جاي لنا جاي حاسس ان هو متعاقب. بالعكس يعني هو ممكن يكون التعليم دلوقتي محتاج، بس النقطه دي نوع عنها كويس جدا. انت دخلت فنون جميله بقى؟ دخلت قسم النحت. وبعد كده انا عايزه اقول لحضرتك انه واحنا لسه طلبه لما كنت بنافس في الاداره التعليميه وفي على المستوى ده كان المدرب بتاعنا في القسم الفني يقول لنا اثبتوا للعالم واثبتوا للاسره ان انتم متفوقين دراسيا عشان ما تتحرموش من موهبتكم. أيوة. عشان ما حدش يقول انت ما بتستغلش الوقت الكافي في الدراسه فانت متدهور في دراستك، فالفن هو السبب. فكنا متقدمين جدا، كنت بنافس في اوائل الطلبه وفي نفس الوقت باخد المركز في مسابقات الرسم ومسابقات التمثيل ومسابقات المسرحيات. المهندسه نهله مرسي فعلا هم قالوا لي انك هتتبسطي من اللقاء وهيضيع لك البرد. انا اتبسطت جدا، نورتوني اسعد، شرفتوني اليكا، نورتيني ميار. يا رب التوفيق لك يا مهندسه. مش عايز تشارك خالص، روح تتفرج على الناس. احمد يا رب تحقق الحلمين مع بعض، تكون مهندس شاطر وقوي قوي وفي نفس الوقت تعمل لنا عروض مسرحيه. لان المسرح ده ابو الفنون. وبعدين الاستجابه بتكون وقتيه، يعني انت بتعرف بالظبط ما بتستناش رده الفعل لما بالنسبه لنا اصدق لحظه. بالظبط، نورتوني وشرفتوني ويا رب التوفيق لكم كلكم. كده انتهت حلقتنا مشاهدينا، عفوا لرضاء الصوت وشويه حاجات كتير، لكن فعلا درجه حراره عاليه. كل سنه وانتم طيبين طول الوقت. ببقى حابه ان انا اكون معاكم، والى لقاء ان شاء الله قريب. كل التحيه والتقدير لكم. كانت معكم امل صبحي.